السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي طلاب الصف الرابع الابتدائي. النهاردة هنكمل درس بدأنا فيه قبل كده، وهو التأثير المتبادل بين الإنسان والبيئة. كل واحد فينا عايش في مكان معين، شخص ممكن يكون عايش في قرية، شخص تاني ممكن يكون عايش في مدينة، شخص تالت ممكن يكون عايش في جنب مصنع، أو شخص يكون عايش جنب البحر. كل واحد فينا بيعيش في مكان مختلف عن التاني. المكان اللي أي شخص فينا بيعيش فيه بنسميه بيئة، فتعريف البيئة عندنا في الدرس، البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان من عناصر طبيعية كالماء والهواء والتربة. البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان من عناصر طبيعية كالماء والهواء والتربة. طيب معنى ذلك يا مس ان مدام احنا عايشين كل شخص في مكان مختلف عن التاني، ان انا ما عنديش نوع واحد من انواع البيئات لكن عندي انواع مختلفة. ايوة صح كده، جاي زي ما انت فكرت. زي ما احنا عندنا اماكن مختلفة، ربنا انعم علينا بانواع مختلفة من البيئات. طيب يا ترى ايه هي انواع البيئات اللي موجودة عندي في الطبيعة؟ بص معايا. أول نوع من أنواع البيئات البيئة الزراعية، مكان تكثر فيه حرفة الزراعة. طيب يا ترى السكان اللي هيعيشوا في البيئة الزراعية يعملوا في إيه؟ إيه النشاط أو العمل اللي هيمارسوه في حياتهم؟ طبعا بديهي مكان فيه زراعة يبقى السكان هيعملوا في الزراعة وتربية الحيوان. وقلنا قبل كده إن تربية الحيوانات مرتبطة بالزراعة، لأن الفلاح أو المزارع يستخدم الحيوانات في تأدية أعمال الزراعة ويستخدمها كمان في حاجات تانية. فأول نوع من أنواع البيئات الموجودة عندي بيئة زراعية. طيب تاني نوع، ده صورة مصنع. فبالتالي لو خمننا كده المفروض ان دي تكون اسمها بيئة ايه؟ دي اسمها بيئة صناعية. ومدام بيئة صناعية برضو متوقع ان السكان يعملوا في حرفة ايه؟ يعملون في حرفة الصناعة وانشطة الخدمات. وانشطة الخدمات اتكلمنا عنها قبل كده، وقلنا انشطة الخدمات زي الصحة ان انا اشتغل دكتور، انشطة الخدمات زي التعليم اشتغل مدرس، انشطة الخدمات زي الامن اشتغل ضابط شرطة او امين شرطة. تمام؟ طيب معنى ذلك يا مس ان برضو الناس اللي عايشين في البيئة الصناعية هم بس اللي هيشتغلوا في انشطة الخدمات؟ لا طبعا انا ما حددتش كده، لكن كل شخص في البيئات اللي احنا اتكلمنا عنها واللي هنتكلم عنها ليه الحرية ان يشتغل في اي عمل يناسبه. بمعنى لكن انا هنقي العمل اللي يناسب البيئه المحيطه حواليا. انا عايش في بيئه زراعيه، عايز اشتغل شغل جنب بيتي، هختار حرفه الزراعه اللي منتشره في البيئه بتاعتي. عايز اشتغل في حرفه الصناعه، طب ليه؟ علشان انا ساكن في بيئه صناعيه جنب المصانع. معنى ذلك ان ممكن الاقي شخص في بيئه زراعيه بيعمل مثلا مدرس او دكتور او مهندس او ضابط شرطه. ايوه طبعا عادي جدا، احنا ما حددناش الوظائف بالنسبه للبيئات، لكن احنا بنقول البيئه او العمل اللي بيغلب على البيئه. تمام؟ طيب نيجي لتالت نوع من انواع البيئات، مكان جنب البحر. نتوقع انه بيئه ساحليه. طب يا ترى السكان الذين يعيشون في البيئه الساحليه يعملون في حرفه ايه؟ يعملون في الصيد واعمال البحر. طبيعي انا ساكن جنب البحر، اول حرفه هفكر اشتغل فيها صيد الاسماك. طب ايه هي اعمال البحر دي؟ احنا مش فاهمينها، احنا فاكرين ان اعمال البحر هي صيد الاسماك. طب الشخص اللي بيطلع يصطاد الاسماك الصياد مش محتاج سفينه؟ يبقى شخص تاني ممكن يشتغل في بناء السفن، دي اسمها اعمال بحر، هيحتاج شبكه يصطاد بيها. شخص تاني يشتغل في عمل الشباك، كده دي اسمها اعمال بحر. طيب نيجي لرابع نوع من انواع البيئات، مكان صحراوي. يبقى ده اسمه بيئة صحراوية. طب يا ترى ما دام مكان صحراوي ومفهوش اي حاجة كده الانسان مش هيلاقي شغل او مش هيلاقي عمل يشتغله؟ لا طبعا، في بعض الاعمال اللي موجودة في البيئة الصحراوية برضو الناس اللي ساكنة هناك بيشتغلوا فيها. طيب زي ايه؟ زي ما احنا شايفين في الصورة كده شخص يرعى الاغنام، فبالتالي اول عمل موجود في البيئة الصحراوية رعي الاغنام. طيب في اعمال تانية ممكن يشتغل فيها الانسان في البيئة الصحراوية؟ ايوة طبعا، التعدين. التعدين
يعني ايه؟ في بعض الاماكن بيكون فيها بترول وغاز طبيعي، الناس اللي عايشه في البيئه الصحراويه وبتكون الاماكن دي اللي فيها بترول وغاز طبيعي موجوده في البيئه الصحراويه، تروح الناس اللي عايشه في البيئه دي تشتغل في التعدين. فكده انا عندي اربع انواع من انواع البيئات: بيئه زراعيه، بيئه صناعيه، بيئه ساحليه، بيئه صحراويه. طب يا ترى البيئه الزراعيه انا قلت اكتر مكان هلاقيها فين؟ اكتر مكان موجود فيه بيئه زراعيه او بينتشر فيه حرفه الزراعه في مصر وادي النيل والدلتا. البيئه الصناعيه بيكون جنب المصنع، اي مكان فيه مصانع بنسميه بيئه صناعيه. البيئه الساحليه قلنا اي مكان فيه مياه بيكون بنسميه بيئه ساحليه. اما البيئه الصحراويه يعني اكتر طابع بيغلب عليها وجود الرمال وندره المياه، يعني مكان عباره عن رمال فقط. ندرة المياه يعني مفهوش مياه عذبة كتير يقدر الإنسان يستقر في المكان ده علشان يتغذى على المياه أو يقدر يعيش بالمياه الموجودة فيه. طيب أي حد فينا بيكون عايش في بيئة معينة بيبدأ يأثر في البيئة اللي هو عايش فيها ويتأثر بيها. بمعنى إيه؟ أنا دلوقتي عايشة في مكان في بيتي، أنا بقى هبدأ أتحكم في البيت بتاعي، هغير الديسك، هغير الكنبة، هغير السرير، هغير أي حاجة. أنا كده غيرت في البيئة اللي حواليا، غيرت في بيتي، ده التأثير بتاعي أنا على البيئة. طب يا ترى البيئة ممكن تأثر على الإنسان؟ ايوه طبعا البيئه ليها تاثيرات مش اثر واحد على الانسان. تعالوا معايا نشوف ايه هي تاثيرات البيئه على الانسان وتاثيرات الانسان على البيئه. البيئه ممكن تاثر على الانسان في الماكل بتاعه، في الاكل بتاعه، ممكن تاثر في اللبس بتاعه، الملبس، ممكن تأثر كمان على المهنة أو الحرفة، العمل اللي بيشتغل فيه. فكده البيئة بتأثر على الإنسان في ثلاث حاجات: أول حاجة المأكل، الملبس، المهنة أو الحرفة، وهنشرح كل واحدة بالتفصيل. بص معايا، الملبس، أنا إنسان عايش في بيئة ذات مناخ بارد، عايش في مكان الجو برد فيه جدا، يا ترى هلبس لبس خفيف ولا تقيل؟ لا طبعا هلبس لبس تقيل. لكن شخص تاني عايش في مكان المناخ بتاعه حار، الجو حر، فبالتالي هيلبس لبس ايه؟ هيلبس لبس خفيف مناسب للبيئة اللي عايش فيها. بمعنى احنا في فصل الشتاء بنلبس ملابس صوفية، بنلبس ملابس جلد، بنلبس جواكت علشان نحمي نفسنا من البرد. فكده المناخ والجو أثر علينا. المناخ والجو بتوع مين؟ بتوع البيئة. فكده البيئة أثرت على اللبس بتاعي. الجو حر في وقت الصيف برضو بنلبس لبس مناسب للبس الصيف أو لجو الصيف، فكده برضو البيئة والمناخ أثر عليا. فكده يبقى أول حاجة أثرت فيها البيئة على الإنسان الملبس. تاني حاجة هتأثر فيها البيئة على الإنسان المأكل، الأكل والغذاء بتاع الشخص. بمعنى أنا عايش في بيئة معينة هتأثر بالأكل اللي موجود في البيئة دي، بإنتاج البيئة. بمعنى أنا عايش في بيئة زراعية، البيئة الزراعية أكتر حاجة موجودة فيها الزراعة، بيزرعوا خضروات وفاكهة، فبالتالي الغذاء الأساسي أو الطبيعي بتاعي هتغذى على إيه؟ البيئة الزراعية بيتغذوا على الخضروات والفاكهة، الحاجات اللي بيزرعوها في الأرض بتاعتهم. طيب نيجي بقى لتاني نوع من أنواع البيئات، بيئة صناعية. الأشخاص اللي عايشين في البيئة الصناعية مش هياكلوا خضروات وفاكهة؟ لا طبعا يقدروا ياكلوا خضروات وفاكهة، بس في حاجة تانية تميزهم، يقدروا ياكلوا حاجة اسمها معلبات، الحاجات اللي بتتباع في العلب أو بتكون جاهزة في السوبر ماركت، وممكن كمان يبيعوا المعلبات دي ويشتروا خضروات وفاكهة. نيجي بعد كده لتالت نوع، مثلا عندي البيئة الساحلية، السكان اللي عايشين جنب البحر، يا ترى هيتغذوا على ايه؟ الغذاء الاساسي بتاعهم بيكون على الاسماك اول حاجة. طب يا ترى ما بياكلوش معلبات وما بياكلوش خضروات وفاكهة؟ لا طبعا يقدروا يشتروا الحاجات دي، لان التجارة ما بين المحافظات او ما بين البيئات موجودة. عندي كمان رابع نوع، البيئة الصحراوية. هتقول لي بيئة صحراوية يعني ولا فيها مية ولا فيها أكل ولا فيها زرع ولا فيها أي حاجة؟ لا طبعا بيتغذوا على لحوم الأغنام، لأن هم مشهورين برعي الحيوانات أو رعي الأغنام، فبالتالي الأكل الأساسي بتاعهم لحوم الأغنام. فكده عرفنا إن البيئة بتأثر على الإنسان في حاجتين، أول حاجة المأكل، تاني حاجة الملبس. عرفنا ان البيئة ذات المناخ الحار يختلف الملبس بتاعها عن البيئة ذات المناخ البارد. عرفنا كمان ان المأكل
السكان لما بيعيشوا في بيئة معينة بيتأثروا بالأكل أو الإنتاج بتاع البيئة. نيجي لتالت حاجة موجودة عندي، أو تالت حاجة بتأثر فيها البيئة على الإنسان، المهنة أو الحرفة. يا ترى كل إنسان بيشتغل تبع البيئة بتاعته؟ بمعنى أنا عايش في بيئة زراعية هشتغل إيه؟ عايش في بيئة صناعية هشتغل إيه؟ ده عرفناه من شوية بس هنكرره تاني علشان الناس تكون فاكرة. السكان في البيئة الزراعية يعملون في الزراعة وتربية الحيوانات. طيب السكان في البيئة الصناعية قلنا بيشتغلوا في الصناعة وأنشطة الخدمات. السكان في البيئة الساحلية يعملون في الصيد وأعمال البحر. آخر حاجة البيئة الصحراوية يعملون في رعي الحيوانات. طيب زي ما احنا قلنا من شوية، كل إنسان بيعيش في بيئة بيأثر في البيئة بتاعته وبيتأثر بيها. احنا من شوية أو دلوقتي أخذنا تأثير البيئة على الإنسان، إزاي البيئة بتتحكم في الإنسان وتتحكم في حياته وتجبره إنه يعمل حاجات مناسبة ليها. طب يا ترى الإنسان نفسه أنا ممكن أأثر في البيئة؟ أنا إنسان يا مس، ما أقدرش أأثر في البيئة، ما أقدرش أغير في البيئة، أنا هقدر أعمل إيه؟ لا طبعا، إحنا برضو البشر أو الإنسان ليه تأثير على البيئة. زي ما هكون عايش في بيتي هبدأ أغير في المكان، هبدأ أحط الأنتريه هنا، هبدأ أحط السفرة هنا، الكرسي هنا، التلفزيون هنا. كذلك برضو الإنسان مدام عايش في أي بيئة هيحاول إن هو يأثر على البيئة بتاعته. طب إيه هي تأثيرات البشر أو تأثير الإنسان على البيئة؟ أول حاجة بدأ الإنسان يعملها علشان يأثر على البيئة استصلاح الأراضي الصحراوية، ودي صورة أرض صحراوية، أرض كانت عبارة عن رملة ولا فيها أي زرع ولا فيها أي حاجة. بدأ الإنسان حس إن رقعة الأرض الزراعية اللي موجودة عندنا في وادي النيل والدلتا قليلة صغيرة، عايز يزرع أماكن تانية. قرر الإنسان يشوف أماكن جديدة يحاول يستخدمها في الزراعة، لقى قدامه الصحراء، قال وماله ما نستخدم الأرض الصحراوية في الزراعة. وبدأ الإنسان يستصلح الأرض الصحراوية ويحولها لأرض زراعية. كده بدأ الإنسان يغير في البيئة، بعد ما كانت أرض صحراوية غير صالحة للزراعة حولها لأرض صالحة للزراعة. طب يا ترى في تأثيرات تانية؟ أيوة طبعا، بص معايا. تاني حاجة جفف مساحات من البحيرات المالحة وحولها إلى أرض زراعية. يعني إيه يا شباب؟ يعني الإنسان كان في بحيرة مالحة، هو عارف إن المية المالحة إحنا مش هنقدر نشربها، فقرر الإنسان، بص معايا في الصورة كده، يجيب رمال أو أتربة ويعمل إيه؟ يحاول يجفف أو يردم أجزاء من البحيرات. طب هيعمل بيها إيه يا مس؟ أول حاجة ممكن يستخدمها في حاجتين، ممكن يبني على المكان ده، لكن انا قلت فوق هو عمل ايه؟ حولها الى ارض زراعيه، بدا يزرع في المكان ده، بدل ما هو عباره عن ميه مالحه احنا مش عارفين نستفاد بيها الاستفاده القصوى، قرر الانسان يردم اجزاء من البحيرات ويحولها لارض زراعيه. كده الانسان اثر على البيئه اللي هو عايش فيها في حاجتين، اول حاجه تحويل الارض الصحراويه الى ارض زراعيه، تاني حاجة تجفيف مساحات من البحيرات وتحويلها إلى أرض زراعية. طب يا ترى كده خلص تأثير الإنسان على البيئة؟ لا طبعا، في حاجات تاني أثر فيها الإنسان على البيئة بتاعته. تالت حاجة عملها إنشاء القناطر والسدود. زمان كان نهر النيل لما بيجي كان بيعمل فيضان جامد جدا، لان منسوب مية النيل كانت غير مناسبة، بمعنى كانت زيادة عن الحد بتاع النيل، فكانت بتغرق اماكن كتير حواليها، بتهدم البيوت، وكانت ناس عدد كبير من الناس بيموت. فقرر الانسان او قرر المصريين يبنوا حاجة اسمها السدود والقناطر. يعني ايه سدود ويعني ايه قناطر وايه اهميتهم؟ اول حاجة القناطر هي حاجز مائي على مجرى النهر، أنشئ بغرض رفع المياه لري الأرض الزراعية. حاجز مائي على مجرى النهر، أنشئ بغرض رفع المياه للأرض الزراعية. يعني عملنا القناطر، عندنا مية تمام عايزين نحفظها، شلناها في القناطر، بعد كده في أرض زراعية مرتفعة المية مش هتقدر توصل لها، نحط المية في القناطر وعن طريق أبواب معينة ترفع المية اللي جوه القناطر توصلها للأرض الزراعية العالية. يعني إحنا لو زرعين والأرض مش واصل لها المية نوصل لها المية عن طريق القناطر. طيب إيه بقى
فايدة السدود؟ يعني ايه اصلا سدود؟ بناء هندسي يشيد على النهر لحجز المياه الزائدة امامه وتخزينها لوقت الحاجة. يعني ايه؟ نهر النيل كان بيجي وقت الفيضان بيبقى فيه مية كتيرة جدا زي ما قلت زيادة عن الحاجة، فبنعمل ايه؟ بناخد المية دي علشان ما تغرقش الاماكن اللي حوالين النيل. الاماكن دي كانت عبارة عن بيوت وكانت عبارة عن ارض زراعية، اول ما تيجي عليها البيوت مبنية بالطوب اللبن يجي عليها المية البيوت تقع تموت الناس. تاني حاجة ارض زراعية ونباتات مزروعة، اللي هيحصل لو النباتات دي شربت مياه زيادة عن الحد اللازم هتموت. طب ينفع ده؟ لا طبعا، عملنا حاجة اسمها السدود، ناخد المياه الزائدة عن حاجة النيل نحطها في السد. طب استفدنا ايه كده؟ اول ما يبدأ النيل يجف وما يكونش فيه مية واحنا محتاجين مية نبدأ نفتح السد ونطلع المية اللي احنا مخزنينها ونبدأ نستخدمها. بعد ما كان بيكون عندي فترة فيضان ومية كتير جدا وبعد كده المية دي كلها تخلص ويكون عندي فترة جفاف وما عندناش مية خالص، لا بقينا في وضع توازن، عندنا في فترة الفيضان مية مناسبة واول ما الجفاف يجي نطلع المياه المخزونة في السدود. لحد هنا تمام؟ طيب نكمل مع بعض. نيجي لرابع حاجة عملها الإنسان في البيئة، تحكم في المناخ لصالحه. يعني إيه تحكم في المناخ لصالحه؟ أنا عندي بعض النباتات أو عندي في كل فصل من فصول السنة بزرع نوع معين من أنواع المحاصيل الزراعية. طيب بزرعه كده وخلاص؟ لا طبعا، لازم نوع المحصول الزراعي يكون مناسب لنوع المناخ. بمعنى في محاصيل زي ما احنا خدنا محاصيل شتوية ومحاصيل صيفية. محاصيل شتوية يعني محاصيل ما ينفعش تتزرع غير في فصل الشتاء، محاصيل صيفية محاصيل ما ينفعش تتزرع غير في فصل الصيف. طب يا مسة انا لما بروح اشتري خضروات وفاكهة احيانا بلاقي حاجة في غير اوانها، احيانا بلاقي حاجة المفروض تكون صيفية وانا بلاقيها في فصل الشتاء. طب ازاي طلعت؟ مش المفروض ده مش موسم زراعتها؟ لا طبعا، بدأ الانسان يتحكم في المناخ ويعمل حاجة اسمها الصوبة الزجاجية. يعمل حاجة اسمها الصوبة الزجاجية. يعني ايه الصوبة الزجاجية دي؟ بصوا معايا على الصورة كده. الصوبة الزجاجية انا بجيب حاجة كده زي كيس مشمع، حاجة كده بتكون تمنع الهواء انه يدخل للمكان ده، واعمل حديد واحط عليه الاكياس دي وازرع تحتها. المفروض النبات ده يتزرع في فصل الصيف لكن انا في فصل الشتاء مش هنفع ازرع النبات ده. طب اعمل ايه؟ اعمل الصوبة الزجاجية او الصوبة الحرارية دي وازرع تحتها. كده انا وفرت للنبات ده المناخ الصيف الملائم لزراعته، منعت الجو البارد واي حاجة حوالين النبات انها توصل له عن طريق الصوبة الزجاجية دي. وكده انا المفروض يكون نبات صيفي ما يزرعش غير في فصل الصيف، قدرت ازرعه في فصل الشتاء. بكده قدر الانسان يتحكم في المناخ لصالحه، بكده قدر الانسان يغير في البيئه بتاعته. طب عايزين نعرف يا ترى خلاص كده خلص دور الانسان؟ لا برضه، عشان تعرفوا ان البني ادم مؤثر، البشر مؤثر في اي بيئه يعيش فيها. ايه تاني عمله الانسان في البيئه بتاعته؟ اختراع الاسمده والمبيدات الحشريه. لما كنا بنزرع وكان عندنا النباتات بتاعتنا، كان احيانا تيجي بعض الافات والحشرات تاكل النبات، كده المحصول باظ مش هنقدر نستفاد بيه بحاجه. طب نعمل ايه؟ نفضل ساكتين وكل ما نزرع محصول تيجي بعض الحشرات والافات تاكله والانسان ما يقدرش يستفيد بيه وكده الزرعه والمحصول باظه؟ لا طبعا، بدا الانسان يفكر، بدا يحول او يغير في البيئه بتاعته انه يخترع الاسمده والمبيدات الحشريه ويقتل الافات ويقتل الافات والحشرات اللي بتاكل المحاصيل الزراعيه. كده قدر الانسان يحافظ على المحصول، وبعد ما كانت البيئه المفروض ان دي حاجة طبيعية موجودة فيها حشرات وموجودة فيها آفات، منع أو قتل الحشرات والآفات ومنعها إن هي تبوظ المحاصيل الزراعية. ودي صورة الإنسان وهو بيرش المبيدات والأسمدة الزراعية. بدأ الإنسان، ودي حاجة زيادة عليكم كده، بدأ الإنسان يستخدم حاجة اسمها الري بالرش. يعني إيه الري بالرش؟ يعني بعد ما كنا كمان مية النيل لما بتيجي كتيرة بنعمل إيه؟ لا يا عم حط مية كتير للزرع عادي عادي، هنمية كتيرة. لا ما ينفعش، بدأنا نعمل إيه؟
نحاول نرشد في استهلاك المياه، نحاول نرشد في استهلاك المياه، يعني نعمل ايه؟ نستخدم مياه مناسبة في الكمية على قد الزرع بالظبط، ما نعملش اكتر ولا اقل. طب ازاي ده يا مس؟ بصوا معايا في الفيديو ده هتعرف ازاي بدأ الانسان يدي الزرع او المحصول كمية المياه المناسبة بيه ليه فقط لا اكثر. بص معايا. في الفيديو اللي شفناه دلوقتي احنا شفنا جهاز او آلة بيستخدمها الانسان لتوزيع كمية مناسبة للنبات من المياه، يعني اللي هيحتاجه النبات من المية بس، اكتر من كده مش هيديله، لان دي بتوزع المية على كل مكان موجود فيه نبات في الارض الزراعية. وبكده نكون نهينا درس النهاردة. وعلشان نجمع معلومات الدرس احنا اخدنا انواع البيئات: بيئة زراعية، بيئة صناعية، بيئة ساحلية، بيئة صحراوية، وعرفنا ان كل نوع من انواع البيئات بيكون ليه عمل معين. قلنا كمان ان الانسان بيأثر على البيئة اللي هو عايش فيها وبيتأثر بيها، وعرفنا تأثيرات البيئة على الانسان وتأثيرات الانسان على البيئة. تعالوا معايا نحل تدريبات علشان نتأكد من ثبات المعلومة. لما يجي يقول لي قارن بين البيئة الزراعية والبيئة الصناعية، عايزني أقارن بين بيئتين، بيئة زراعية وبيئة صناعية. طب هقارن من حيث إيه؟ لازم يحدد حاجة، لأن طبعا كده السؤال مفتوح. إيه اللي أنا طلبته؟ من حيث المهنة أو الحرفة التي يعمل بها السكان. عايز أعرف السكان يعملون في البيئة الزراعية في إيه وفي البيئة الصناعية في إيه. الإجابة السكان في البيئة الزراعية يعملون في الزراعة وتربية الحيوان، لكن السكان في البيئة الصناعية يعملون في الصناعة والخدمات. طيب نيجي بقى لتاني درس، تاني سؤال. دلل على صحة العبارة الآتية: يؤثر المناخ على الملابس التي يرتديها الإنسان. الدليل إن المناخ اللي عايش فيه الشخص بيأثر على الملابس اللي بيلبسها. أقول له حيث يرتدي الإنسان الملابس الثقيلة في البيئات ذات المناخ البارد، ويرتدي الملابس الخفيفة في البيئات ذات المناخ الحار. طيب في بقى سؤال هيحتاج مننا كلنا بحث وتفكير ولازم نعمله مع بعض. ما رأيك في أهمية القناطر والسدود؟ السؤال ده أنا مش هجاوبه في الفيديو، أنا عايزة كل واحد فيكم يدخل على النت ويشوف إيه هي أهمية القناطر والسدود. ولو تقدروا بعد ما تشوفوا الفيديو اكتبوا في الكومنت أو ممكن تبعتولي إن إحنا عايزين نناقش مع بعض أهمية القناطر والسدود. بكده نكون نهينا درس النهاردة، وإن شاء الله أشوفكم الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.